ربحنا زمالك وان شاء الله نديو الكاس. وهذا الشيء كامل فضل سي جعواني والجمهور كامل شجع اللعابه شجعهم وتجور بركان. المقابله في الاول يعني كانت صعبه جدا، ولكن بعد الهدف الاخير الذي تسجل يعني ما نقولش عن الفرحه اللي ما تصورهاش. سي لا جوا دو ما في. نشكروا الجماهير البركانيه على مساند فريق النهضه البركانيه، الحمد لله على الفوز على الزمالك، الفوز صعب كثير. وشكرا لهذ الجماهير، لو كان ما كانتش الجماهير ما نفوزوش بهذه النتيجه. فرحانين بهذا النجاح وعقبه ان شاء الله الفينال، وحنا فرحانين بزاف وكاع الجمهور البركاني خرج فرح معنا ان شاء الله لعقبه الفينال. وتحيه لكاع البراكنه وكاع اللي فرح معنا. نديروها صغريته؟ صغرتيها. فوز جماهير البركانيه كانت حاضره، اللعابه كانوا في المستوى، قدموا مقابله في المستوى ورائعه، والمدرب الجعواني كانت عنده تشكيله دارها في المستوى. والحمد لله جماهير البركانيه كامله فرحانه بهذا الفوز هذا، عندنا فريق قوي وان شاء الله في مصر غادي نرجعوا باللقب ان شاء الله. لما لا، عندنا جمهور كبير، عندنا جمهور حضاري، ونقول على نحن اسياد الشرق، ونعم نستحق هذا اللقب وديما بركان، وان شاء الله نرجعوا باللقب. لما لا، عندنا فريق في المستوى، ونتمنى الفريق البركاني في هذه المسيره مسيره اخرى ان شاء الله، ولا كوب باخرى ان شاء الله. لما لا، un moment exceptionnel que nous avons vécu. Je suis venu ici de France, moi je viens de Zayoul mais je viens aussi de France. Je suis venu exprès pour voir le match et Berkane nous fait vibrer jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, le stade était en feu et tous les supporters, on est revenus tous heureux, on est ici tous heureux dans la rue. Allez, dis-moi Berkane, vive Zayoul, vive la France. Allez. ديما مغرب. نشكر الجمهور كامل تاع المغاربه اللي كيشجعونا هنا كعارف داخل الوطن خارج الوطن، وشكرا شوف تي في راكم ديما في القلب، بازيكم اخويا في تحيه بركان وديما